لقيتهم هي البنات حاطين السيكان ديال الخبز انو لقيتهم البنات حاطين السيكان ديال هادو البنات ديال كرواسا وداكشي ديال الحلويات كلشي الاخوات في الدخله حاطينو دايرين له انو خويا البنات انو كيحطوهم في اليد كيطيروا يا البنات هاد البينوارات ديال الساطا شي حاجه واعره يا البنات كيجيو اختي هما والشوميز ديالهم هانتي اختي الا بغيتي تبرعي عليا وكاين الاخوات حتى في هاد اللون هذا كيجي مورد واعر وكاين هاد الغوز هذا الاخوات عرفتي فيهم واحد الكاليتي غزاله يا البنات كيحطوهم كيطيروا يا اختي هنا في اليد مخاطفه يا البنات اليوم في اليد شوفوا لي المقالي ديال بغرير 6 اورو لقيت المتتبعات ديال البنات كيقلبوا شوفوا البنات خدات صاحبتي هاد لي شوميز هادو باورو 40 البنات شوميز طويله ديال المحجبات باورو 40 شوفوا يا البنات ليغينغ انغو 40 شوفوا لي البنات لماس ها نتوما دايرين ليهم اورو 40 البنات المخاطفه اليوم في اليد هما المشتريات ديال خصكم بوشرة هي في لاكيسه البنات السريولات غير جوج الاورو يا البنات جوج الاورو البطاقه البنات رجعت لقيت غير هذه هي اللي بقات البنات طيروا خذوها والله الا واحد الريحه خطيره يا البنات هادو هما المشتريات ديالي اليوم اختي من ليدل جابوا لكم البنات ماكن واعرين كتجي اختي بالكورميطه ديالها شوفوا لي البنات الموديل كيحمق البنات نافوه 99 جربوها ورحموا لي الوالدين عليها عرفتي الاخوات فيها مناعه كثيره ما كتبقيش تمرضي ما كتبقاش فيك السخفه ما كتبقاش فيك لافاتيك وجربوها يا البنات الطريقه راني وريتها لكم في الفيديو والله العظيم ترحموا لي الوالدين عليها اول مره كنلقى هاد الرخي يا البنات نضيضرات كيجيو البنات بالبوشيطه ديالهم بالبوشيطه يا البنات اورو 78 اورو 78 اليوم في ليدل كي اول مره البنات كنلقى هاد الجينات هادو في ليدل شوف البنات الستيل ديالهم كي داير واعر واعر جابوا لكم البيسات غزالين يا الاخوات على حسب البنيتات كاين حتى في هاد الفيولي هذا البنات واعر واعر البنات الكاليتي طوب طوب وهاد الستيل هذا اول مره اختي كنلقاه في ليدل غير اللي ما بغاش يبرع بنيتاتو يا الاخوات كتعجبني يا البنات الكاليتي ديال البيجامات ديال ليدل عرفتي كاليتي واعره يا الاخوات جيبينهم ديال الرجال تاخذيها لراجلك تاخذيها الولد كاين هذا الستيل هذا وكاين البنات حتى هذا الستيل هذا عجبني هذا الشويبي هذا على مزوينته يا البنات السلام عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى يا ربي تكونوا بالف خير وبالف صحه وبالف عافيه اليوم الخميس اخواتي جينا نتعرفوا على لا غيفاج ديالنا ديال ليدل البنات كيف ما عودتكم ديما الاثنين اختي والاربعه والخميس لا غيفاج ديال ليدل البنات ما شاء الله اختي هاد ليدل كيعجبني ديال الغبرين ديما يا الاخوات والله العظيم كنلقى فيه ميزات واعرين 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 وخصوصا البارح اختي ما عرفتش كانوا كيوجدوا بقى يا اختي خاطري مشاو واش غندخل دابا ما عرفتش البنات موجدين كنشكركم يا احلى اخواتي واحلى متتبعات على الميساجات ديالكم ديال البارح والله العظيم الا قتلتوني بالضحك والله حتى قتلتوني بالضحك وكنضحك على بوحدي على كل ميساج نقراه نموت بالضحك شي تيقول يا واه طيسطل وبشرى على الحمامات مسدودين واش غنقول لكم البنات كالنجم ديالنا ديال البارح الاخوات وسط والله الاخوات المهم زوينه ديالي جاني واحد الميساج من عند واحد الاخت قالت لي اختي بشرى قالت لي فيه السخفه بزاف قالت لي اختي بشرى فيه لا فاتيك قالت لي بغيتك عافاك اختي بشرى عطيني شي فيتامين واعر اختي الله يرحم ليك الوالدين المهم البنات راني قلت لكم كنشرب واحد الفيتامين المهم دابا نبارطاجيه معكم بغيت ان شاء الله يعني واحد شويه البنات يعني نشوف المفعول ما بغيتش نبارطاجيه قبل الاخوات والله العظيم راه قلت لكم شريتو من لافارماسي ب 19 اورو 19 اورو 99 20 اورو زوينه البنات واعر ولكن بغيت واحد شويه غنتسنى ما بغيتش نبارطاجي معكم دابا البنات يعني نبارطاجي معكم شي حاجه اللي بالتجريب ولكن اختي قبل ما نبارطاجي معك هذا الفيتامين هذا غنعطيك واحد الوصفه اللي غترحمي لي عليها الوالدين اختي اقسم لكم بالله دابا خصكم بشرى صايمه الله يتقبل خصوصا دابا اختي صيام زين كيعجبني البنات الصيام الفجر ما كيودش بكري يعني كتفيقي تفطري نورمال عادي وعاد كيود الفجر البنات فهمتوا خصوصا خصكم بشرى انا ديما البنات كنوض مع الخمسة ونص ديما اختي كنوض مع الخمسة ونص كنفيق بكري البنات المهم زوينه ديالي غادي نعطيكم واحد الوصفه زوينه الاخوات للمناعه لتقويه المناعه واعره واعره زوينه البنات هكا فاش بغيتي تخرجي في الصباح ديما تاكلي اختي تاكلي منها شويه اقسم بالله تترحموا لي عليها الوالدين لتقويه المناعه كتعطيك لينيرجي البنات يعني كتقوي الصحه ديالك اقسم بالله يا البنات البنات حتى البرد كتولي عندك واحد المناعه واعره واعره البنات اقسم بالله جربتها شي حاجه واعره واعره ومنين قالت لي هاد الاخت هذه قلت غادي نبارطاجيها معكم البنات شي حاجه اللي غادي تجربوها وغادي ترحموا لي الوالدين عليها ايوا يا اختي يلا نتفرجوا نتعرفوا بعدا على غيفاج ديالنا اختي ليدل ديالنا الاخوات الناس هما خارجين خصكم ما جاتش بكري البنات خاصني ندي وليداتي للمدرسه وعاد لاكريش خصكم في الصباح بحال داك اللي كيفرق الخبز البنات ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد يلا اختي خليكم معايا نمشيو ندخلوا اختي ليدل ونتعرفوا على غيفاج ديالنا اول حاجه البنات غادي نبدا بها شوف جيت لهنا لحدا لاكيس شوف البنات اش لقيتهم حاطين هانتوما البنات حاطين ليكات ديال الخبز هانتوما البنات هذه فيها الخبز
هادي دايره لها انغو. شوف البنات هانتوما حاطين بان ليا كرواسه. هانتوما البنات شوفوا ليا الميكات ديال كرواسه. هانتوما البنات دايره لها انغو. شوف البنات هادي ديال كرواسه حاطين البنات. شوف 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 ما شاء الله يا البنات ميكات ديال الخبز. دابا هذا الخبز كيكون ديال البارح البنات ولكن باقي زوين. شوف الكرواسه انغو يا البنات. دابا هذا ساك بانغو كاين هذا الساك هذا هو البنات بانغو. شوفوا ليا هذا الخبز هذا علم زوينات وذاك الغالي يا البنات انغو كلشي انغو يا الاخوات انغو. شوفوا البنات هذا الخبز هذاك الخبز هذا راه داك الغالي. شوف الاخوات شفتوا هذاك الغالي هذا كلشي دايرين له انغو. شوف البنات شي واحد واخذ هذا خذ هذا البنات ودابا مشى يتقدى وغير رجع ياخذ لان ما عندوش الحق يدخلوا للمكازا انغو. البنات شوف هاد السيكان كلهم انغو. الزوينه ديالي على الدخله دخلت لقيت واحد المتتبعه ديالي قالت لي بوش راه جيت كنجري الليد صبحت عليه على حساب المقيله اللي بارطاجيتي البارح لقيتيها. شوف ها انتم البنات شوف المتتبعه ديالي ها انتم الاخوات ها هي جات خدات المقيله بالصحه والراحه. خديتي هذا الموسى هذا بشحال بقى لك؟ بانه والله الا زوين اورو 40 باردون. شوف البنات قالت لك جات قبل ما يحل بالصحه والراحه. الميزات واعرين واعرين يا الاخوات. شوف راه داكشي اللي بارطاجيت معكم البارح كلشي كلشي الاخوات. شوف خدات حتى دوك البوضيات زوينين. شوف البنات شحال ديال السلعه حاطين هاد لي كينغ هادو لي زوينين انا كيعجبوني غير اورو 40 البنات. هادو زوينين كون خديتيهم هذا اورو 40 البنات. شوفوا ليا البنات شوف هاد الكسيوه حتى هي غتبقى باورو 40 ناري يا البنات. انغوكا غونت ماشي غير زوينه ويلي راه مزايد يا صاحبتي. جيت قبل منك انا راه ديت وليداتي لاك المدرسه ومن بعد دزت لاكريش. البنات شوفوا ليا البنات شوفوا ليا ها انتم وريوني اختي وريوني واش كاينين شي ميزات وريوني البنات. راه فاش كنقول لكم طير راه ماشي كنضحك والله يا البنات راه الشاريو قالت لك فيما يدير. شوف 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 البنات هاد الصبيطه تاع هادو بنا فوق من 12 اورو دار لهم بنا فوق 90 ها انتم المتتبعه ديالي صابحين على الشاريو اللي بارطاجيت معكم البارح. والله هذه بشحال غتبقى اختي هذه غتبقى بشحال 40 واو واو واو. شوف البنات بيجامه ديال ديزني ديري ليها انغو 40 البنات اورو 40 هذه راه كنديرها 10 اورو يا البنات هكا اختي بالصحه والراحه. لا 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 هادشي اختي راه هاد ليدل هذا اختي مهاور وثلاثه ب 4 اورو 46 زوينين. شوف البنات عرفتي راه حاطين ميزات واعرين الاخوات. المهم هادشي كنقول لكم ديما تبقاو تمشيو ليدلات ديالكم تقلبوا الاخوات فهمتوا يعني كاينين ليدلات البنات على حسب كل ليدل ليكيداسيون ديالو ماشي غنقول لك غتمشي ليدل ديالك غادي تلقاي فهمتوا الاخوات. هادشي سا ديبون ديال كل ليدل. اما لغيفاج اللي غنبارطاجي معاك دابا هادشي كاين في ليدلات كلهم. هذا بالنسبه للبنات اللي قراب ليهم هاد ليدل هذا والله يا الاخ والله يا الاخوات زعما صافو لكم تجيو ديروا واحد الدويره. شوف البنات لي كينغ باورو 40 راه ما كايناش هادي الاخوات. وشوفوا الاخوات اشنو خداو. شوفوا لي هاد الصنيدلات هادو اللي باغا تفرح الوالد ديالها باغا تفرحها سميتو راه شلها. شوف البنات 7 اورو 34 اقسم بالله يا الاخوات ما شاء الله ما شاء الله حاطين هميزات واعرين. شوف البنات ها انتوما لي كينغ هادو لي بات تاهما غيبقاو لكم باورو 79. هاد السروال هذا تا هو هذا غيبقى غير بجوج الاورو هو اللي كنت بارطاجيت معكم البارح تقريبا. هذا غيبقى بدو اوغوديس هذا خذي لولدك ولا لراجلك ولا دو اوغوديس. تبرعوا ليا تبرعوا ليا تبرعوا البنات اش غنقول لكم راه لا اله الا الله محمد رسول الله. بشحال غتبقى هذيك اختي هانتوما البنات هي غتبقى باورو 40 هذه راه كتخشى في الميكرون داختي هذه كتبغي تسخنيش هانتوما هي البنات انغو 40 اش نقول لكم البنات الرخا والرباخه. وبالنسبه للاغيفاج ديالنا اختي ديال جودي عرفتي راه ما شاء الله هي البنات جايب لكم واحد لاغيفاج على مزوينات عجبوني يا البنات البينوارات هادو شي حاجه زوينه. شوف البنات الكمامه كي دايره. شوف الاخوات الكمامه كي دايره ديالو اختي. شوف كتجي اختي شوف هاد يعني كتجي مشيبكه البنات على مزوينه تحمقاتني زوينه. كيجيو البنات ديال الساطا كاين فيهم هاد اللون هذا شو الاخوات وكاين فيهم هاد النوار هذا الاخوات شو اعلام زويناته اللي الثمن ديالهم اختي 6 اورو 99. شوف البنات جايبين لكم حتى التحتاني ديالو ها هما البنات الناس عرفتي راه ما شاء الله يا الاخوات جايبين لكم التحتاني ديالو اعلام زويناته باردو. شوف البنات فيهم ثلاثه ديال اللوينات كاين هاد اللون هذا كاين النوار كاين نوار البنات عرفتي علام زويناتهم. هذا اختي تاخديه هو والبينوار ديالو تلبسيهم اختي هكا في الدار عرفتي علام زويناتهم ديال النعاس شي حاجه فنه فنه فنه. اللي اختي الثمن ديالهم 5 اورو 99. كاينه البنات باردون كاين حتى في هذا الموديل هذا عرفتي المخاطفه المخاطفه عليهم البنات والله راه كيجيبوهم مره فهمتوا ولكن كيحطوهم كيطيروا. هادو الثمن ديالهم 5 اورو 99
بزاف ديال الاسئله كيقول لي اختي بشرى واش باقى الفخيتوس في ليدل؟ البنات والله العظيم الا جيت اختي وجيت كنقلب عليها بنت لي البنات بقات غير وحده، واش غادي يحطوا واش ما غيحطوش؟ ما نقدرش نكذب عليكم على البنات، هذا الفخيتوس هذه راه دايره البنات الثمن ديالها 44 يورو، الا ما عندكش لابليكاسيون اختي غتبقى لك ب 35 يورو، ولكن اختي الا عندك لابليكاسيون ديال ليدل اختي واخا ما تكونش عندك شرجيها، فهمتوا؟ الا عندك لابليكاسيون ديال ليدل غتبقى لكم البنات غير ب 29 يورو، والله يا الاخواتي الا خديتها لمهمتي شي حاجه واعره يا البنات شوفوا ليا فيها 1000 واط البنات 1000 واط كتهز لك 3.6 شي حاجه واعره يا البنات هذه البنات راه المكانه هذه المكانه كتبروغراميها يعني بغيتي تخدمي نصاعه بغيتي 40 دقيقه اللي بغيتي اختي هذه راه مكانه وهنا البنات كاينه درجه الحراره يعني بغيتي على 200 على 180 على فهمتوا البنات واعره واعره والله يا الاخواتي الا خديتها لمهمتي بقات لي غير ب 29 يورو البنات 29 يورو كتبقى لا مارك ديال ليدل وثلاث سنين ديال الكارانتي حاطين هاد البيجامات هذو البنات اللي خديتهم والله يا الاخواتي الا كننصحكم واحد الاخت قالت لي اختي بشرى انا اللي خديتهم قالت لي باش نلبسهم في الطريق ان شاء الله في الفواياج باغا تسافر الله يديها على خير ويجيبها على خير والنساء البنات عرفتي زوينه في اللبسه مريحه كننصحكم يا البنات راه باقه اختي محطوطه شوفوا البنات انا راه خديتها انا خديت البنات لاطي اكس ال ولكن نقدر ناخذ حتى ال جيني انا خديت لاطي اكس ال باش تجيني باش تجيني شويه عريضه ولكن نقدر نلبس حتى ال لان هي البنات كتجي عريضه فهمتوا زوينه وديري واحد الدودول من فوقها والله يلمتي الا لبستها واعره ومريحه مريحه يا البنات والثمن ديالها اختي 11 اورو 99 تحيه لواحد المتتبعه ديالي سميتها ليلى هي تلاقيت مع اختها قالت لي اختي بشرى راه كاع ما كنخرج انا متبعك عارفه كل شيء قالت لي اختي ساكنه في بوردو ومتبعك تحيه لك شنو قلتي لي ليلى 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 تحيه لك ليلى اللي خطك عليا بوني الاخوات حتى هاد الكاطمات هادو اللي حاطين على حساب الوليدات كيجيو كابوتشات كيجي كابوتشا وكتاخذي للبنات السروال ولكن كل واحد والثمن ديالو الكاليتي ديالهم غزاله البنات انا راني واخده واخده البنات من هنا من ليدر كتجي الكابوتشا على مزويناتها كاينه اختي هكا في النوار كاينه في هاد الزريرق هذا كاينه حتى في هاد اللون زوين هاد اللون هذا حتى هو الاخوات شفتوا وحاطين لكم هنا السريولات يعني الا بغيتي ديري لاختي السريويل ديالها وكتبقى لك الكاطمه نقول لكم الثمن كتاخذي اختي الكابوتشا ب 6 اورو 99 والبنطلون ب 6 اورو 99 يعني كتبقى عليك ب 12 اورو 13 14 اورو اختي 14 اورو بحال قلتي 13 اورو 98 فهمتوا باش كتبقى لك اختي الكاطمه زوينين البنات والكاليتي طوب البنات حاطينهم ما شاء الله كنتي تكتيره يا الاخوات ها هما السريولات شفتوا هانتوما البنات السريولات يعني كتاخذي الكابوتشا شتي اختي وكتاخذي ليها كتاخذي ليها السروال ديالها وكتبقى لك زوينه شوف البنات هذا الموديل هذا والله يا الاخوات زعما راه ماشي تقولوا كندير الاشهار والله والله يا الاخوات ما كندير اشهار شي حد بغيتي تشري وما بغيتيش تشري وما تشريوش انا اختي كنجي نصور انا كاع ما حاسين بيا هما واش كنجي نصور ولا ما كنصورش فهمتوا الاخوات يعني انا كنبارطاجي معكم شنو كاين باش كتكون شي كاليتي زوينه وانا مجربه البنات راه كنقول لكم انا زوين زوينه الا كانت شي حاجه خايبه والله الا البنات ما كندوز من حداها راه شحال من حاجه في ليدل ما كنبارطاجيهاش معكم علاش اختي غنضيع وقتي فهمتوا السروال كيجي على هذا الشكل هذا البنات اللي غتبقى لكم كاطمه غزاله يا البنات دابا مع واحد المتتبعه ديالي قالت لي بشرى اختي عافاكي ديك الكريم هذيك الكريم اختي واش زوينه قلت لها شوف اختي راه والله العظيم من 48 اختي خذوها شوف البنات هي بدات كثر راه عوض ما كتفكري ناخذ ما ناخذ غادي تجي تلقاي غير 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 الكرتونه خاويه والله يا البنات ها انتم شوفوا ياك شفتوا شحال بارطاجيت معكم البارح ما بقاتش البنات الثمن ديالها 5 اورو 51 اختي هذا ديال هذه ديال كتجبد الوجه وكتحيد لك اختي ليطاج البنات سارعوا ابتداء من 48 كانت واحد الاخت سولتني قالت لي اختي بشرى انا عندي 35 عام لا اختي عندك 35 عام ما تستعمليهاش انا غادي نوريك الكريم اللي غادي تستعملي بالنسبه للعطور والله يا البنات الاش غنقول لكم شوف الكحله شوف الكحله بقات وحده ناري غادي نديها بقات وحده يا البنات بقات وحده في الكحله فيها واحد الريحه يا الاخوات والله العظيم الا ريحتها خطيره هذه الكحله دايره بحال ديك امورا مورا البنات هذه بحالها طار طار بقات هذه غادي نديها البنات والله الا غادي نديها لان ديت البارح ريحتها خطيره هي اللي رشه يا البنات دابا غادي تقول لي بشرى صايمه اختي رشيتها راه قلت لكم راه تفطرت وساليت ولبست عاد ودنا اختي الفجر فهمتوا الاخوات زوينه وكاين هذا الغوز هذا حتى هي خديته هذه البنات حتى هي زوينه والله الاخوات الا كننصحكم بهم 3 اورو 19 البنات انا دابا جالسه كنصور وجايبين كيحطوا في الخبز كلشي هادشي 50% البنات شوفوا ليا الخبز كله يا البنات 50% ها انتم حاطين هادشي كامل ناقص 50% البنات ها هو ثاني هنا شفتوا كلشي يا الاخوات ناقص 50%
حط البنات هاد البيجامات هادو شختي ريحتي فين حطيتها البنات هاد البيجامه هادو داك الساك البنات راه ديال واحد المتتبعه ديالي عمراتو بدوك الحوايج اللي دايرين تما البنات ندير لهم انه كاونت عمراتو ما شاء الله بالصحه والراحه كنفرح فاش كتستافدوا يا البنات حاطين هاد البيجامات هادو ديال البنيتات كيجي الشكل ديالهم زوين فيهم البنات هاد الفيولي كاين فيهم الاخوات النوار شو البنات زوينه نقول لكم الثمن ديالهم 6.99 حاطين حتى هاد الجينات هادو البنات هذا جين انفون هذا جينات البنات شوفوا ليا كيجي السيل ديالهم عالم زويناتو هذا كيجي ديال البنيتات الاخوات زوينين كيجيو خفاف يعني ديال هاد الوقيته ماشي كيجيو ثقال باش كيعجبوني البنات الجينات ماشي دوك الجينات اللي كيجيو قاتحين لا البنات كيجي رطيطب عالم زويناتو ديري له الاخوات شوفي ليا ديري له 8.99 في هاد اللون هذا وفي حتى هاد اللوين هذا البنات شوفوا ليا غزالي اللوينات غزالينا الاخوات حطينا هاد البيجامات هادو البنات ديال الرجال هادو اختي دير لهم 11.99 بيجامات البنات كيجي فيها الجيب فيها السيوره البنات شفتو الموديل الزوين دير لهم 11.99 كاين هاد الموديل هذا كاين الاخوات هاد الموديل هذا موديل غزاله البنات 11.99 فيهم واحد الكاليتي البنات هاد البلاد هادو عرفتي غزاله البنات راه ماشي اول مره كيجيبوهم تيجي ورطيط بين البنات بحال هادي تاخديها لبنتك تاخديها ليك تاخديها زوينه يا البنات كيجيو اختي فيهم هاد القلوبه هادو هادي كتجي فيها دي بتيكوغ هادي كتجي بالنوار والقلوبه اختي بالحمر كاين هادي كتجي فيها هاديك هكا شو البنات لوفا البنات شتو زوينه هاد الغوز وكاينه حتى هادي الاخوات شتو هاد الموديلات هادو كيجيبوهم ديما فهاد الوقيته والله يا الاخوات يا الكاليتي غزاله الكاليتي غزاله يا البنات قولي يا بوشرى قولي لنا العبار فيهم اختي 140 على 200 البنات شوف الريحه ديالي 240 البنات حاطين حتى هاد لي باموس البنات هادو حاطين عرفتي الناس ما شاء الله عرفتي جو ليهم البنات طاروا بهم كيجيو على هاد الشكل هذا شتو فيهم هكا دي بتيكوغ البنات كاين هاد الموديل هذا كاين هذا فيه لوفا البنات شتو جايبين بزاف اختي ديال الموديلات هادو كيجيو لي باطا البنات شتو نقول لكم الثمن ديالهم 3.99 شوف البنات شحال عجبوني هاد الجينات هذا لاول مره كنلقى هاد الستيل هذا غزال يا البنات ديال البنيتات شوف البنات الموديل كيدير اعلم زويناته كاين البنات في هاد الموديل هذا وكاين اختي في الجين هاد الموديل هذا اول مره كنلقاه البنات هنايا في ليدل فنين يا البنات اللي باغا تشري شي جينات لبنيتاتها والله هي الاخوات الا موديلات غزالين ها نتوما كاين فيهم البنات هاد الموديلات بجوج وجايبين لكم البنات حتى هاد التريكويات هذا يعني الا بغيتي تكملي اللبسه ديما ليدل اختي كيجيب لك اللبسه كامله مكموله بلا ما تمحني راسك شوف البنات كاين هاد الموديل هذا وكاين الاخوات حتى هاد الغوز هذا شوف الموديلات ديالهم زوينين يعني هادو تقدري تلبسيهم مع اي حاجه فهمتوا انا قلت لك فهمتوا كاين حتى هاد الموديل هذا هانتوما الاخوات الستيل ديالو كيتيجي عالم زوينات البنات فنين بالنسبه للجينات اختي الجين اختي هو الثمن ديالو 8.99 8 اورو يا البنات بالنسبه لسميتو هادو ماشي هو الثمن ديالهم سويتها هو البنات 6.99 6 اورو البنات ولكن كاليتي غزاله عرفتي هي الاخوات حمقاتني الكاليتي ديال هاد التريكويت هادو البنات عرفتي كيجيو مبرا ديال البنيتات لا مارك ديالهم واعره لقيتهم داير لهم 3 اورو يا البنات 3 اورو كاين فيهم هاد الستيل هذا وكاين هاد الموديل هذا البنات عرفتي شوفوا لي البنات الكاليتي شوفوا هي الاخوات الكاليتي كي دايره مبرا شي حاجه واعره ديري لهم البنات 3 اورو 3 اورو اللي خاصها يختي شي نضيض راسي ديري ليهم البنات لا بروموسيون اورو 78 واورو يا البنات 78 نضيض راسي ديال الشوف كيجيو البنات هادو كيتسناو كتجي اختي بالبوشيطه ديالها وبسميتها باش كتمسحيها شو البنات البوشيطه فين هي راه بالبوشيطه ديالها ديري ليهم اورو 78 البنات كاين هذا الموديل هذا الاخوات اورو 78 شوف البنات بالبوشيطه نضيض راسي بالبوشيطه ديالهم اورو 78 البنات هانتوما عرفتي موديلات غزالين ما شاء الله كلهم البنات هادو ديال الشوف ديال الشوف كلهم البنات اورو 78 هادو هي البنات راه ما كيلصقوا ما كيديروا حتى شي حاجه يا الاخوات بالتجريب ديما كيجيبوهم كيطيروا البنات في ليدل هاد ليمون هادو كتصايبي فيهم الكاطو تقدري هكا تبغي حتى تصايبي هكا سلاد ولا شي حاجه ديال الروز ولا كديريها هنا باش كتاخذ لا فورم البنات فهمتوا زوينه ديري فيه فلان ديري فيه اي حاجه يا البنات هاد ليمون غينفعوكم اختي في سيدنا رمضان المهم كلهم دير لهم 5.99 كتبقى اختي لا مارك ديال ارنستو 3 سنين ديال الكارانتي كاين هاد الموديل هذا كيتحل اختي من هنايا فهمتوا كاين هاد الموديل هذا كاين هاد الموديل كاين واحد الموديل طويل البنات حيت راه كيطيروا ما شاء الله يا الاخوات كيطيروا يا الاخوات الموديل الطويل ما لقيتوش البنات
شتو 5 اورو 99 بالنسبه للوصفه ديالنا اخواتي اللي غترحموا لي عليها الوالدين البنات. انا غير مثلت لكم بهذا فهمتوا، ولكن اختي انت خذي لي زيت زوينه، زيت بلديه زوينه، ويلا كانت ديال البلاد احسن. انا اختي عم الزيت تندير ديال البلاد احسن. المهم انت ديري اختي اللي عندك شي زيت تكون زوينه البنات طبيعيه. خذي لي تمر زوين فهمتوا الاخوات. كنشد واحد القرعه البنات، قرعه كبيره كنعمرها بالزيت البلديه ياك، وكندير فيها التمر والشريحه. كندير فيها التمر البنات وكندير فيها الشريحه. اشنا هي الشريحه؟ الشريحه هو داك الكرموس بالنسبه ل... يعني داك الكرموس اللي كان كيكون منشف البنات كنقولوا له حنا الشريحه، داك الكرموسه البنات. المهم هذاك كنعمر بها هذيك القرعه الاخوات، وكندير فيها فصوص ديال الثوم خصوصا الا كانت الثومه الحمراء، فصوص ديال الثوم، وكندير الزعتر البنات، الزعتر في ديك القرعه وكنسدها كنخليها. من بعد البنات بحال هكا فين ما فقتي في الصباح قبل ما تخرجي كولي واحد التميره، هزي تميره كوليها ولا كولي شريحه ولا هكا تكوني خدامه دي معك، ديري قريعه صغيره ديها معك عوض ما تاكلي هكا بيمو ولا كاطو ولا تاكلي شي حاجه، كولي تمره كولي شريحه. والله الاخوات تترحموا لي الوالدين عليها، واحد الوصفه سهله وفيها مناعة كثيرة يا الأخوات، وصحية وصحية يا الأخوات. جربوها ورحموا لي الوالدين عليها يا البنات. كنتمنى يا ربي هاد الجولة تنال الإعجاب ديالكم، ما تبخلوش على أختكم بشرى بالجيم والبارطاج. كنبغيكم يا أحلى أخوات وأحلى متتبعات، كنقول لكم إلى فيديو قادم إن شاء الله. بالنسبه اختي راه جابهم ويكنات واعرين البنات، غير هما لقيتهم حاطينهم في لاكيس ما شفتهمش البنات. شوفوا لي الموديل كيحمق نافوه 99 البنات، سارعوا يا الاخوات البنات. هذا الموديل شحال حمقني يا البنات، واعر واعر كيجي اختي بالكورميطه ديالو البنات، سارعوا نافوه 99.